وللحديث عن استمرار ارتفاع قيمة الدولار في العراق وسط انخفاض سعر صرف الدينار والتضخم الاقتصادي الحاصل، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله دكتور سناء. حياكم الله ومساء الخير وأهلا بكم. حياكم الله. بداية دكتور سناء، ما هو تعليقك على ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي؟ أنا في البداية أحب أن أورد نكتة انتشرت في الفيسبوك وقنوات التواصل الاجتماعي، أنه الله يساعد البنك المركزي العراقي الذي يقوم بإطعام العراق وإيران وسوريا ولبنان واليمن، يعني 4 دول برأس البنك المركزي العراقي. هذه نكتة. الشيء الثاني، أنه خبر عاجل في تقرير لصحيفة The Wall Street Journal، خطوات عقابية جديدة تتخذها الخزانة الأمريكية بحق العراق لمنع انتقال الدولار إلى إيران. أولا، من الآن فصاعدا ستخضع جميع الحوالات المصرفية وبيع الدولار وتداوله في العاصمة العراقية تحت الرقابة الأمريكية المشددة. ثانيا، سيتم إغلاق 80% من الحسابات بالعملة الصعبة. هذا أحسن جواب هو على ما سؤالك. أضيف أنه يوجد مكتب للخزانة العراقية في بغداد يتم من خلاله مراقبة التحويلات الخارجية لإيران. إذن هذه المسألة أنه كل الأحزاب تعرف بها والحكومة العراقية تعرف بها، ولكن عينك على البوت العراقي، يعني بالضبط من ذلك يقومون بتحويل الدولار الأمريكي وشرائه إلى إيران. هذه الإجراءات الأمريكية ما الذي تعنيه على أرض الواقع؟ ما الذي سيجري على أرض الواقع؟ وما هي تأثيرها أو ما تأثيرها على المواطن العراقي؟ أولا، تأثير على المواطن العراقي تأثير سلبي، لأنه كما نحن نعرف أنه أسعار السلع والمواد الغذائية ترتفع في الأسواق العراقية قياسا إلى ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة العراقية الدينار العراقي. هاي واحد. اثنين، أنه كذلك مسألة تمويل الاستثمارات بالخارج يتم كذلك من خلال الدولار الأمريكي. ثالثا، دفع فاتورة الكهرباء الذي يستورده العراق من إيران يتم بالعملة الصعبة، وكذلك الغاز الطبيعي الذي كذلك نستورده من إيران يتم دفعه بالعملة الصعبة. معنى ذلك خروج العملة الصعبة من العراق إلى دول الجوار وبالذات إيران، وكما قلت هذه النقطة العراقية. مسألة أخرى، أنه إحنا عندنا مورد واحد هو مورد بيع النفط العراقي. لماذا؟ لأن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط ومقابله الحصول على العملة الصعبة من خلال وزارة المالية تحويل مداخيل النفط العراقي إلى البنك المركزي العراقي. إذن نحن الآن تحت مطرقة الدولار. نعم. نعم دكتور سناء، يعني هل ما يجري بالفعل هو ضمن مؤامرة أمريكية لإسقاط حكومة السودان كما يزعم قادة الميليشيات والإطار التنسيقي؟ والله شوف، أقول لك أنا هاي المسألة يعني الجواب عليها أنا ما أعتقد، يعني هم خل جاوبون عليها. أنا رجل مواطن، أنا أنظر إلى الاقتصاد من خلال مؤشرات اقتصادية موجودة عندي داخل الاقتصاد الوطني العراقي. أبا من حيث إسقاطه أو غير إسقاطه، هاي المسألة هم وتهم. أنا تهمني بالمصلحة، بالدرجة الأولى مصلحة الشعب العراقي، مصلحة وجود حكومة قوية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني العراقي، ليس فقط الصناعة والزراعة وقطاع النقل وقطاع التعليم. يا أخي انظر إلى قطاع التعليم، هل توجد لدينا مدارس؟ هل توجد لدينا جامعات؟ الآن التعليم بالعراق يعتمد على القطاع الأهلي الذي تموله خلينا نحكي بصراحة الأحزاب السياسية بالعراق. كل حزب لديه جامعات، وكل حزب لديه ثانويات وحتى مدارس أهلية على كافة المستويات.
من التعليم الابتدائي الى المتوسطه الى الثانوي الى الجامعه، هذا قطاع اهلي. بسبب ليش؟ حتى ضرب القطاع الحكومي، انظر الى الجامعات العراقيه، انظر الى المدارس العراقيه الحكوميه، انظر الى بناياتها التي تتكون من الطين، ونحن اغنى دوله بالشرق الاوسط. لماذا؟ دكتور سناء، يعني لربما سألتك هذا السؤال لأنه سيجر تبعات، يعني إذا كان هناك مؤامرة كما يدعي الإطار التنسيقي وقادة الميليشيات، فإن هذه المؤامرة تتطلب صبرا من الشعب العراقي ولربما مؤازرة لهذه الحكومة. الشعب العراقي شوف تهمه بالدرجة الأولى مصلحتي، مصلحة أنه رفع المستوى المعاشي. عندما جاء السوداني وشكل الحكومة وأعطى وعوده بالقضاء على الفساد، رفع مستوى المعيشة الاقتصادي الوطني العراقي، الخدمات الصحية والبلدية وهلم جرى والتعليم وإلى آخره. طيب نحن توخينا خيرا في هذه الحكومة. الحكومة يجب أن تدافع عن نفسها أمام الضغوطات الخارجية والمؤامرات الخارجية. الشعب العراقي ماذا يعمل؟ هو أعزل. برأيك الاقتصادي دكتور سناء، لماذا لم تتمكن حكومة السودان من احتواء هذا الهبوط الحاد بقيمة الدينار مقابل صرف الدولار؟ أرجع مرة ثانية أقول لك، لأنه عدم وجود قوة في قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. يعني نرجع مرة ثانية أن الاقتصاد العراقي ضعيف أمام هذه التداعيات، كل قطاع ضعيف، الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والبنى التحتية والهلم جرى. إذا في هذه الحالة عندما يكون أي اقتصاد في أي دولة في العالم قطاعاته الاقتصادية الوطنية ضعيفة، سوف تكون هذه المسألة، سوف تحاك ضد المؤامرات. لماذا؟ لأنه لا توجد قوة شعبية تساند الحكومة، ولا الحكومة تساند الشعب، ولا الحكومة تعكس متطلبات الشعب العراقي في العيش الجيد والعيش الخير وإلى آخره. يا أخي لاحظ حكومات أخرى في أفريقيا وغيرها، رواندي وغير رواندي وهالمجرى، قبل سنتين ثلاثة يلا هم رجعوا بتنشيط الاقتصاد الوطني في بلدانهم وهم لا يملكون شيئا، عاشوا على القروض الذي أخذوها من البنك الدولي، لكن عرفوا كيف يستخدموا هذه القروض لصالح تنمية اقتصادهم الوطني. فنحن والحمد لله لدينا المال ولدينا الخبراء ولدينا إلى آخره. طيب أين هم مستشارو السوداني؟ لماذا لا يفتون بهذه الاستشارات؟ يعني هل هم كما يقال أنه شو يعني هل الأمر متعمد دكتور سناء؟ هل الأمر متعمد أم أن الموضوع كله لربما يختصر بالفساد؟ بالفساد، أنا أقول بالدرجة الأولى الفساد. يا أخي لو تمكنا من القضاء على الفساد لا عشنا في بحبوحة من الخير، وتمكنا من استغلال الموارد الاقتصادية كلها، الزراعة والصناعة والنفط وإلى آخره، لصالح تنمية وبناء الاقتصاد الوطني العراقي. هذا الفساد الذي ينخر الدولة العراقية منذ 2003 ولحد الآن. نعم. أيضا يعني هناك سؤال، لماذا تخطت بغداد المسموحية الأمريكية بالتعامل مع إيران بالدينار العراقي؟ يعني رغم العقوبات السابقة، هل التعامل بالدولار هو بالفعل بمصلحة العراق؟ هذا هو يعكس ضعف الحكومة العراقية ككل. جميع أعضاء الحكومة العراقية مضاعفاء، لا يملكون الخبرة، تهمهم فقط مصلحتهم، لذلك تخطط أو لم يتخطوا وإلى آخره. أنه علاقاتهم الخارجية مع الدول الجوار وتهريب العملة ومن خلال غسيل العملة، هذا الذي أصبحنا فيه الآن من الوضع السيء. نعم. إذا كانت الحكومة في بغداد تعلم مسبقا بالنظام المصرفي الجديد الذي وضعته الخزانة الأمريكية، يعني بماذا تفسر وقوعها في الفخ؟ ولماذا يستمر البنك المركزي بطبيعة الحال بمزاد بيع العملة؟
يستمر لأنه ضغوطات من قبل أحزاب سياسية الموجودة التي هي تحكم العراق، عليه أن يخضع. وذلك أرجع مرة إلى هذه النقطة العراقية، أنه البنك المركزي العراقي يعيش أو يعني يقوم بتغذية العراق وسوريا ولبنان وإيران واليمن. يا أخي إلى متى يعني إحنا؟ إلى متى نصرف على هذه الدول ولا نلتفت إلى مصلحة الشعب العراقي؟ نعم. ماذا يعني أيضا دكتور سناء إقرار عمار الحكيم بضرورة إيقاف عمليات تهريب العملة وقوله إنه لا أحد فوق القانون؟ ألا يعد هذا لربما اعترافا ضمنيا بتورط شركائه بغسيل الأموال؟ إذا كان هكذا مقولتي وتصريحي فأنا أعتقد هو اعتراف ضمني طبعا، وليس ضمن هنا ما حتى صريح، لأنه وصل الزبد الولاء. يعني خلاص وصلنا إلى مستوى صعب جدا في إدارة اقتصاد الوطن العراقي، لذلك اعترف بهذا الخطأ. والحمد لله في نهاية الأمر أنه صرح أحد قادة الإطار التنسيقي أنه توجد لدينا هذه المشكلة، وهذا شيء جيد جدا والحمد لله. نعم نعم إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا ومرحبا، مع السلامة.